أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما سبدي أخوضو بحساسي أي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عيدان كبوليس كالصوماليا أي وددا كيلومتر أفر إي آدادين عقرون كآدان عد حيري سبب اللي حريرا سيدي أي أسوغو لها ين أمنيغا شركة سعودي هوتيل أفريك أو لوغو سوهر جيدي دوهاني محمد عبدالله فرماجو شركاني وحا أباب الكيس لها بيلوين تهوية وحا نقرب استاق يتاقير لوغو موجين أي دادالة الرئيس الوزارة الرابلة إيكو آدان دم استيركا هنانك دورو شوين كدالكا سيكستبا ها اهاتي اوي عيدان كي او شيغ جري ان او ديساي دوهان فرماجو اي او كوفاني جري اي اداد كي لها هوغان كا عيدا مدا ايا غعان توغو جرو دوهان محمد عبدالله فرماجو سيكستبا ها اهاتي عيدا مداني وداد حري ايا وحا اي تاغير وين او موجيين بلوين تهوية اي كوشي رئيسا هوتيل افريك اسلامر كاسنا لوغو سوهر جيدي دوهان محمد عبدالله فرماجو لبي طبنك ابريل اي بشاني او كو ادن مالين تدبال دقا عيدا مدحوق الدلك صوماليا ايا دوهان محمد عبدالله فرماجو يدلاغا قسلا وحا ايدا معسيهين قرشا ايسن رالك ايهن امد صوماليات لكن هاد ياخل الليهين امد صوماليات ايا مقالد مقدشاي او نحيان وحا هوا لاهي ان ايسن تلاب قادي دونين كليا ان اي ادبال دقان موياني دينا عكلا ميدوغا مشارحين تا معاردكا ووركا سو ساري تلابا دي او قادي رئيس الوزارة روبلي غلاها ميدوغا مشارحين تا معاردكا وحو سو دوين ايا قو انكي كسو بحي حفيز كان رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اي لوغا دل بدي ان او دالكا مدو افرتاني سيديت ساعوغا بحو دنجيري فرانسيسكو مديرا او اها ارقاقا غاركا هي قدوم يها ميدوغا افريكا سو ماليا احنا مدحا حول قلكا عيدان كاميسوم غلوها وحو رميسان يهي ان قو انكا رئيس الوزارة او اها مد لو باحنا سي كفير سي لحن لوغا باران دهگي سي لو حقيجيو مدح بناني ده دل كايو ان آن لا اقبالين حقال دا عينتا هو لها النبادين تا اما هورين تا قلافات كا سياسة ديد اي صومالي ده دحدي داهي غلوه وحو مرار بدن كا دل بدي دنجير مديرا ان او دحديحات كا نغدو اريما صوماليا ايضو هوري دعوت قرال اهي او كدن اهي اوغود بيين ميدوغا افريكا غار اهان غلوها نباد جليا ده ايو امنيغا او دالكا بوقشا كو يميد غلوهو وحو امان بلاران اجيدين ايا ارركا ميدوغا افريكا دادا لدا اي كوادان صوماليا وحونا كو بورين ايا ان اي صو مقا عابان ارقاي حوجيا حريركا صوماليا وحفنان ايو سمعاد لح دهدهاد كنقضا خلافات كسياسة دا تاغيرانا قيد سعود كنباد دا صوماليا غلوهو وحو كو باقيا دردر قلين تجد والك دورو شوين كا يدارين تحليبانا دا عصوب اللو بلانسي يهي بشا ابريل افريطوانكا وحين الرجعين يان ان دورو شدو كو دعضو مددي لوغو تلقلي سن نبض اهيدو قلالاسا دعين ايا لغو سو قبقبي يواربحين تكسو بحدي ميدوغا مشرحين تمعاردكا سيكستوها اهاتي امركي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ايا ستو سو دقن قلي لكن دوهاني محمد عبدالله فرماجو واركي اوصو ساري او اها دنجير مديرا هاسي شقيستو عيد داك جلق اسي سماله اسلامر كاسين بيش عالم كحتا وحاي تاقير سنتهاي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي دينا عكلا لامها امنيقا اي مقدشة او قبتاي برعا داعقاي سنيي عيدا مدى امان كدق مدى دايني لأي قبل كبنادر ايا خولقل اي سميين وحا اي حافظها رادير كي دقم داسي كو قبتين رق برعاد اهي او دعو قيسان اي داد شعب مساكين اها رق برعاد كا اها وحا كميد اها نين كل بيساندر كا عيدان كميلتيريغا صوماليا وحا ناحيليغا لقبان اي اي حافظ دار رادير كا كود عيين داد شعب اهي سرقال كتيرسان لامها امنيغا دقم دا دايني لا يا شيغي ان رقاني لقبتاي ايو كوكالي مالميه لسو دافي لغو راج جوغي كدب مركي حوك تودا لحلي او داد بدن اي هوري او دعين دادك شعبك اي اي كنو الحافظ در رادير كا يدك مدد دايني لا قبل كبنا در ايا سو دويي قبشة در رقب برعاد اه ايا غو شيغي ان هبي ندي لسو دافي اي داعكو هيين حافظ داني دور جير ايا عيدا مدى امان كدق مدى دايني لأي اي حافظ الرادير كو قبتين كوح برع داهي او داع قيسان ايي حسي ايشي وحاولي جرع عبا شو كتاقن حافظها كلا اي دق مداسي ايو قود اهان مقالد مقدشو خرق دارك عيدا مدى كو سولي بستا ايا انت بدن هوينك ايا رقا دالين يرد ايا حتى او دياش اي سعودة هبينكي قبصة ديس لما كاسين اي خوريو كو قبتا كدبنا كدعا وح اللالا ايا وحي اي وطان كو يسكو دجينا هالكاس ايا كو ديلان فضلاً دب أدا وركيني هوري إيه عالان سيدة ميديا حوغ حساسية بيلوين تهوية أو كشري مقالة دو مقدشة إسلام مركاسين ما محاليما أيا أفك فورتي وعدناكو مرتي إن في الصومالي أيكا سوساري دونتو دوهاني محمد عبدالله فرماجو بيش هوية أو كشري مقدشة أيا وحاسي قيرا له أهدلي هوية صومالية حاليما وحيتري
ana oo hooyo ah 580 wiil ayaa ii diyaarsan 15ka bishaan abriil hadii la gaaro oo farmaajo soo bixi waayo thumma wallahi ayaan ku dhaartay ana gudaha u galaya filaa Soomaaliya maama Xaliima ayaa sidaas tiri ayadoo qiiraysan ayay miiska garaacday maama Xaliima ayaa si weyn u taageertay hawsha uu hayo Roble maxaa keenay ninkii farmaajo ahaa oo waqtigiisa dhacay inuu ku dhago hawsha uu Roble wado lama aqbali karo ayay tiri hawiyo hubka qaata ee iska dhiciya farmaajo ma iga ballan qaadaysan gacanta taaga odayaasha inaan farmaajo meesha ka soo saarno ayay mar kale tiri si kastaba ha ahaatee nabadoono iyo odayaal ayaa halkaasi ka hadlay hase ahaatee hooyadani ayaa ugu darneed oday kale oo nabadoon ah ayaa waxa uu yiri aniga kaligay ayaa haysta 10,000 oo dhalinyaro ah hadii farmaajo uu ka soo bixi waayo filada waxaa hubaal ahay inaan halkaasi si toos ah u weerari doono hadalka ka soo yeeray maamadaani ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay mucaaradka iyo umadda Soomaaliyeed maadaama dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku dhagan yahay howlaha uu hayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina waxa uu doonayaa 12ka abriil in afgambi farsamaysan uu mar kale dalka ku qabsado hase ahaatee umadda Soomaaliyeed waa ay soo jeedaan ciidamadii badbaado qaran waa diyaar haddii uu isku dayo dhaqdhaqaaq ciidan dhinaca kale madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo warka soo saaray khilaafka u dhexeeya roble iyo lafta gareen madaxweynihii hore soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay in degdeg loo xaliyo tabashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee ku aadan 3 kursi ee xildhibaan ee guddiga doorashada ka xayiray dadka siyaasadda falaqeeya ayaa u fasiray in sheekh shariif sheekh axmed uu kursiga fahad yaasiin si toos ah ugu doodayo islamarkaasina waxa uu doonayaa in kursiga fahad yaasiin aanan loo xayirin howlaha doorashooyinka qaranka waxa uu yiri ugu horreyntii waxaa bogaadinayaa shaqada ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo guddiga doorashooyinka taas oo ku aadan bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taas oo hadda maraysa meel fiican dhanka kale waxaa aad uga walaacsanahay kala ra'yi duwanaanshaha soo kala dhexgashay ra'iisul wasaare roble iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen taas oo qalqal gelisay habsami u socodka doorashada waqtiga dheer la sugayay soo gabagabeynteeda sida la ogsoon yahay doorashooyinka waxay soo mareen caqabado fara badan oo keeni kara burbur haddana mar walba waxaa loogu soo gudbay wada hadal isfaham iyo isku tanaasul khilaafkaani hadda taagan haddii aan xal loo helin wuxuu keeni karaa in lagu fashilmo qabashada doorashada waxaana ka dhalan kara natiijooyin aan dalka iyo dadkuba u wanaagsanayn oo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka jiilasha soo socda ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed sidaa daraaddeed waxaan u soo jeedinayaa ra'iisul wasaare iyo madaxweyne lafta gareen in ay raadiyaan xal looga gudbo caqabadaha jira iyo isfaham waaga la xidhiidha doorashada tallaabo kasta oo la qaadanayana waa in ay ahaataa mid isu dheeli tiran oo aan keenaynin dareen loo fahmi kara in maamul gaar ahi la beegsanayo ugu dambeyntii waxaa diyaar u nahay in aan ka qayb qaadanno xal u helidda iyo isfahamka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaana u mahadcelinayaa beesha caalamka iyo daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka dalka sida wanaagsan ee ay inoo garab taagan yihiin guud ahaan arrimaha soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa iminka dhadhaxaad ka noqday khilaafka u dhexeeya roble iyo lafta gareen xilli guddi uu hogaaminayo qoorqoor ay gaareen magaalada baydhabo dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir iyo dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa ka go'an in ay helaan kursiga fahad yaasiin haddii kale dalkaani dagaal sokeeya ha dhaco qaraxyo waaweyn ha dhacaan ummadda soomaaliyeed ha laha suuqo wax ugu shaqo ah ma lahan islamarkaasina waxa u cadanahooda iyo in uu dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ku soo laabto filla soomaaliya waa haddii laga yeele dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka